بالنسبة أنا أصلا قبل كل شيء بعدا كنشكر تونس، الناس اللي مكلفين والسلطات وإلى آخره والشعب التونسي. هذه البلاد كنعتبروها بلادنا الثانية الحمد لله. تونس مزيانة الحمد لله، حاليا مزيانة في المستوى الحمد لله، كل خير موجود. الهرق ما كاين، الدجاج كاين، السلاطة كاين، الخير الحمد لله. عسلامة. مرحبا، تفضل احكي لنا، انت جيتنا سياحة، قلنا وين مشيت، شنو زرت بالضبط؟ بالنسبة أنا أصلا قبل كل شيء بعدا كنشكر تونس، الناس اللي مكلفين والسلطات وإلى آخره والشعب التونسي. حنا أولا وقبل كل شيء بعدا شعب واحد الحمد لله. هذه كنسميوها ماشي بلد ثاني، يعني بلدنا الثاني. وحنا عشنا واحد الوقت هنا، كانوا الوالدين ديالنا في السبعينات كانوا في هذه البلاد هذه، والحمد لله باقي عندنا السكنة ديالنا هنا في باب الديرة. الوالد الله يرحمه كان يخدم في البنك القومي الفلاحي 30 عام. هذه البلاد كنعتبروها بلادنا الثانية الحمد لله. تونس مزيانة الحمد لله، حاليا مزيانة في المستوى الحمد لله، كل خير موجود. زرنا الباب بحا، زرنا باب سويقة، زرنا الحمامات سوسة، كل شيء كل شيء مزيان في تونس الحمد لله. شنو الماكلة اللي كليتها لهنا؟ والماكلة موجود، الخير موجود، كاين الهرق ما كاين، الدجاج كاين، السلاطة كاين، الخير الحمد لله. تونس مزيانة، الأثمان مناسبة، أثمنة مناسبة، إنسان عادي جدا. وكنتمنى السياحة، الناس الزوار اللي غادي يجيو يسور حال البلاد، راه تونس مزيانة. تونس البلاد الثانية بحال المغرب كيف كيف. حضرت في حفلات في مهرجانات؟ حضرت البارح، مشيت واحد البلاصه، جيت مورناك في الحفلات تما البارح، عرضوا علينا الناس في العرس. ما شاء الله، داك الشيء زعما هائل هائل في المستوى، وعادي جدا. والحريه كاينه، كاينه اللي لاباس الحمد لله. في الليل عجبك الجو؟ نعم عجبك الجو؟ عجبني، هذه كتسمى بلدنا الثانيه هذه، ترانكي الحمد لله. ونتمنى للشعب، كنا نتمنى للشعب التونسي الخير والتوفيق ويصبر. هذا الرئيس هذا راه ما شاء الله، فهمتيني صراحة، هذا الرئيس راه ان شاء الله نتمنى الخير ان شاء الله. شكرا، عايشك، مرحبا بك، شكرا، باي باي، عايشك، ميرسي. بالنسبة أنا أصلا قبل كل شيء بعدا كنشكر تونس، الناس اللي مكلفين والسلطات وإلى آخره والشعب التونسي. هذه البلاد كنعتبروها بلادنا الثانية الحمد لله. تونس مزيانة الحمد لله، حاليا مزيانة في المستوى الحمد لله، كل خير موجود. الهرق ما كاين، الدجاج كاين، السلاطة كاين، الخير الحمد لله. بالنسبة أنا أصلا قبل كل شيء بعدا كنشكر تونس، الناس اللي مكلفين والسلطات وإلى آخره والشعب التونسي. هذه البلاد كنعتبروها بلادنا الثانية الحمد لله. تونس مزيانة الحمد لله، حاليا مزيانة في المستوى الحمد لله، كل خير موجود. الهرق ما كاين، الدجاج كاين، السلاطة كاين، الخير الحمد لله.